لم تكن ثورة 25 من يناير 2011 وليدة اللحظة، بل كانت ثمرة كفاح ونضال قادة شباب مصر منذ عام 2005 من خلال دعوات للإضراب والعصيان المدني ودعم مطالب العمال والفئات المهمشة. ثم توج الشباب المصري مسيرته بالدعوة للثورة في 25 من يناير ورفعوا مطالب العيش والحرية والعدالة الاجتماعية. وضحى الشباب بالغالي والنفيس وسال دماء المئات منه في ميادين مصر. وخلال المرحلة الانتقالية انقسم الشباب بين تيارات سياسية وثورية متنافية، وخاض بعضهم غمار الحياة الحزبية التي انفتحت كثيرا بعد الثورة. وفي غضون ذلك تصارعت الأحزاب السياسية القديمة وجماعة الأخوان والمجلس العسكري على مسار المرحلة الانتقالية والذي لم يكن محددا منذ بداية الثورة، وسمحت تلك القوى للشباب بدور هامشي غير مؤثر لإحواء مظاهراتهم المتكررة التي طالبت بالقصاص للشهداء وسرعة تحقيق مطالب الثورة. وبعد الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس السابق محمد مرسي والذي تزامن مع إحياء الشباب لأحداث محمد محمود، عاد غضب الشباب للميادين من جديد وصعدوا من فعاليتهم بعد ضعف تمثيل الشباب في دستور 2012 وما تردد عن أخوانة الدولة وإهانة مؤسسات القضاء والإفراج عن المحبوسين المنتمين للتنظيمات الإخوانية والإرهابية. وأطلق مجموعة من شباب مصر حركة تمرد لسحب الثقة من نظام مرسي في إبريل الماضي. جاب شباب حركة تمرد المحافظات وانتشروا في كل مكان، وفتحت أغلب الأحزاب السياسية مقراتها لدعم الحركة التي جمعت ملايين التوقيعات لسحب الثقة من محمد مرسي في 30 من يونيو. ندعو جماهير شعبنا المصري العظيم إلى الاستمرار في النزول إلى الشوارع والميادين. وبالفعل نجح الشباب في حشد الملايين في الشوارع، وكان للشباب الأثر الأكبر في نجاح ثورة 30 من يونيو. حرصوا القائمون على إدارة المرحلة الانتقالية الحالية على تمكين الشباب وخصصوا مقاعد نواب الوزراء للشباب، كما تم تمثيل شباب مصر بأعداد مقبولة في لجنة 50 المكلفة بوضع دستور للبلاد. ورغم ذلك لا يزال قطاع غير قليل من الشباب غاضبا في الشارع وسط أمال بأن يجمع الدستور الجديد كلمة الشباب خلال الفترة المقبلة. مرة أخرى نعود ونلتقي لمناقشة قضية اليوم وهي الشباب والدستور. ضيوفنا في هذه الحلقة هم حسب ترتيب جلوسهم، وأنا على فكرة سعيد جدا بوجودي معهم، شرف كبير لأن أنا أكون معهم هم حسب ترتيب جلوسهم من اليمين إلى اليسار. من أقصى اليمين الأستاذ محمود بدر مؤسس حركة تمرد وعضو لجنة 50 لتعديل الدستور. مساء الخير أستاذ محمود، سعيد بوجود حضرتك معايا. أيضا يشرفني أن يكون معنا الأستاذ محمد عبد العزيز أحد مؤسسي حركة تمرد وعضو لجنة 50 لتعديل الدستور. أهلا بحضرتك، أهلا بيك. سعيد. شكلك برداد. شكلي مرهق. ومن اليسار الأستاذ عمرو صلاح ممثل ائتلاف شباب الثورة وجبهة 30 يوليو في لجنة 50. أهلا بحضرتك. وأخيرا وليس أخيرا الأستاذ أحمد عيد ممثل ائتلاف شباب الثورة في لجنة 50. أهلا بيك. أهلا وسهلا. اللي بيجمعكم أن أنتم شباب، أن أنتم مع الثورة، أن أنتم شاركتم في 30 يونيو، وان انتوا كنتوا في لجنة 50 بتمثلوا صوت الشباب في هذا الموضوع. يمكن ابدأ بالاستاذ محمود بدر. استاذ محمود، قبل ما ابتدي اكلمك على اللجنة 50 والدستور، عايز اعرف منك في سطر واحد للي مش خبير دستوري، يعني ايه دستور؟ تمام. ببساطة شديدة الدستور هو العقد اللي بيجمع الشعب ده مع حكومته، مع أي نظام يجي حكومته، واللي بدأ القواعد الفاصلة. يقول والله يعني بمثال بسيط جدا عشان إخواننا في البيوت اللي عادلنا يسمعونا ويفهمونا، أنا وحضرتك اتفقنا مثلا على تأجير هذا المكان أو على عمل عقد على هذا المكان، فحضرتك والله بتقول أنه أنا مطالبي 1-2-3 هذه الترابيزة ملك ليا والمج ده بتاعي وإنت ملكك الترابيزة الثانية والمج ولا أحد يتجاوز حدود الآخر، حقوقك كذا وواجباتك كذا. بنروح لقانوني أو بنروح لممثل عننا احنا الاثنين يكتب أو يصيغ بنود هذه العقد.
احنا عملنا ثورتين 25 يناير 30 يونيو، نبحث عن العيش والحرية والعدالة الاجتماعية، نبحث عن دستور بقى يترجم شعارات هذه الثورة اللي ضحى من اجلها الاف الشباب واللي ضحى من اجلها الشعب المصري كله. خرجنا بدأنا في كتابة هذا الدستور كيف نترجم، بنبحث بقى ازاي نقدر نترجم شعارات الثورة دي، ازاي نقدر نترجم طموحات الشعب المصري العظيم ده اللي بقاله كتير سنين بيعاني وما زال حتى الان يعاني، يعني لسه لحد النهاردة بيعاني، ازاي نقدر نترجمها في دستور يليق به، ازاي نقدر نكتب عقد يخلي الحكومة تلتزم بواجباتها تجاه شعبها، يخلي اي نظام جاي حلو ثبت المشهد بقى، نخلي الحكومة تلتزم بواجباتها تجاه تلتزم. شعبها. احنا كلنا كنا موجودين في 48 ساعة الاخيرة، صحيح، شفنا حالة البرد الفظيعة اللي حصلت، الامطار، السيول. طبعا احنا ما بنطلبش من الحكومة ان هي تجيب مقشات وتنزل هي تكنس، لكن احنا بنتكلم، لما بنقول الحكومة بنتكلمش على حاجة و30 وزير، لكن بنتكلم على جهاز الذي يمثل الدول، ممكن يكون بمئات الالوف، صحيح، ان يتحرك من اجل يعني نجدة الملهوف والباردان والضعيف والغير قادر والمتعسر والذي يعاني من الأمطار واللي بيته قابل للتهدم واللي شارعه مليء بمستنقعات واللي مش قادر يوصل بيته واللي مش قادر يروح شغله واللي النقلة بتاعته اللي هو بيأكل عليها عيش مش قادر يوصل في يعني كل اللي حصل، المشهد الذي شهدته المحافظات كلها في مصر امبارح بيطرح سؤال، هل هذه الحكومة، الحكومة مش بمعنى الثلاثة وثلاثين وزير، ممكن يكونوا أكثر ناس كانوا مستفزين امبارح، لكن أنا بكلمك هل الجهاز الخاص بتاع الدولة قدر ان هو يترجم دستور احنا رايحين نصوت عليه بعد أيام بيقول ان المواطن ده أنا بحميه، وتتعهد الحكومة بأنها تشتري المحاصيل وأن تديله العلاج وأن تديله وتديله. طب غير كل التعهدات دي في ميه وفي برد وفي سيول وفي ثلج، في ميه، انت فين؟ في ميه وفي برد وفي سيول وفي ثلج وفي اداء سيء جدا 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 من الحكومه على كل المستويات. يعني انا رايي ان اللي حصل اليومين هو كاشف لهذا الفشل الذريع للاسف الشديد في الاداء الحكومي. يعني وعشان كده من هنا استاذ عماد احنا لازم نفصل ما بين حاجتين مهمين جدا. انا بدعو شعب 30 يونيو العظيم، الشعب المصري العظيم اللي خرج بالملايين، ان يفصل تماما بين هذا الاداء السيء للحكومه اللي موجوده في الوقت الحالي وبين خارطه الطريق اللي الشعب المصري نفسه فرضها يوم 30 يوليو و3 يوليو واصر عليها في 26 7. طبعا لازم يفصل ما بين الاثنين. يعني انا ما اعتقدش ان الشعب المصري لما خرج في 30/6 وما بعديها وقرر ان هو يرسي دستورا مدنيا ديمقراطيا ويجري انتخابات برلمانيه وانتخابات رئاسيه نزيهه يشهد لها العالم باذن الله فيما بعد، ان هو كان طموحه ان حكومه مش عارفه تحل ازمه الميه، مش عارفه. يعني انا افهم مثلا انه يجي يقول لي انا لن استطيع حل ازمه البطاله. طب ما انا فاهم الوقت ضيق وهذه حكومه انتقاليه مش هيحل ازمه البطاله، ما بكلموش عن مصانع كثيفه، بس انا بكلمه انه ينزل. يعني حتى في الامور هنا في القاهره اهون كتير جدا من المحافظات، حضرتك بنتكلم هنا في القاهره في شويه ميه، ينزل بقى المحافظات اللي ما فيهاش اسفلت ويشوف الطين اللي واصل للشوارع قد كده، الناس مش عارفه تفتح محلاتها، مش عارفه تاكل عيش، بيأثر على اوضاع. وللاسف الشديد انا النهارده قلت حتى للدكتور اللواء عادل لبيب واحنا في رئاسه الجمهوريه، قلت له يعني ارجو ان الجهاز الاداري يبدا يشتغل اكتر من كده، انه تبدا الامور. يعني مش هتكلف الدوله حاجه لو احنا في الطريق من وانا جاي كده لحد اكتوبر لما تنزل العربيات عشان خاطر تشيل الميه اللي موجوده في الشوارع، ما اعتقدش ان ده هيكلف حاجه. يعني انا واحد امبارح من اصدقائنا بيقول لك اذا كانت الحكومه مش هتشتغل يعني تشيل الطين دي يدونا مساحات واحنا ننزل نعمل. يعني هي ده مش عيب على فكره ان احنا طبعا ننزل. الفكره ايه؟ الفكره ان انا بفصل دايما ما بين هذا الاداء السيء واحنا قلنا لهم وكلمناهم اكتر من مره، وانا اعتقد انه ضروري جدا بعد الاستفتاء يكون هناك تغيير في هذه الحكومه، عشان بس مش نظلم الكل. انا شايف ان هناك بعض يعني الوزراء، احنا عايزين نفرق ما بين وثيقه حلم، طبعا وثيقة الحلم الممكن اللي احنا عايشينه ده، وثيقه بكره هيفسر عنها لما اجي اقول ان الدوله بتلتزم بكذا وكذا، هيفسر عنها مجموعه من القوانين هتلزم. يعني انا عايز اقول عايزك تروح للجنه التصويت وتقول عشان يبقى عندك دستور
ما يخليش حكومة زي كده أو الموظف زي ده يبقى سلبي بالشكل ده، من قوانين تخليه خايف منك، تخليه يقدر ينزل فعلا عشان خاطر يشيل ويقف في الشوارع ويجري ويتحرك. هسأل أستاذ محمد نفس السؤال، يعني الدستور لما تيجي تفعله انت عايزه يعمل ايه للبني ادم؟ يعني برضه انا بحاول اقرب القصه طيب لسيدات البيوت للشباب الصغير اللي مش بالضروره هم مسيسين او خبراء قانونيين او كده. شوف يا استاذ امام، حصل معايا واقعه بمناسبه الحكومه ايام حكومه هشام قنديل. ركبت مع سواق تاكسي، بالمناسبه سواقين التاكسي اكتر ناس تاخد منهم يعني خبره سياسيه ونبض الشارع، باعتبار بيركب معاهم كل فئات وطبقات المجتمع يعني. فسألته قلت له انت ايه رأيك في هشام قنديل، في حكومة الدكتور هشام قنديل؟ رد علي اجابة قال لي هي فين حكومة الدكتور هشام قنديل لوقتها. فتمر الايام ونعمل تمرد والناس تنزل يوم 30/6 ويتسحب الثقة وتتعمل خارطة الطريق وتيجي حكومة الببلاوي واركب مع سواق تاكسي تاني واسأله نفس السؤال بس على الدكتور حازم الببلاوي. اقول له ايه رأيك في حكومة الدكتور حازم الببلاوي؟ فأفاجأ بنفس الاجابة، هي فين حكومة الدكتور حازم الببلاوي. في اللحظة دي أدركت إن في حاجة غلط، لأن لما المواطن المصري كان شايف إن حكومة هشام قنديل مش شايفها، مش ملبية طموحاته، ويبقى شايف نفس الانطباع عن حكومة الدكتور حازم البلاوي. على فكرة أنا عايز أقول حاجة ليست دفاعا عن الناس، يعني ممكن يكون الدكتور هشام قنديل والدكتور حازم لو بيشتغلوا 18 ساعه في اليوم. ايوه بس ده انعكاسه على اداء الجهاز الاداري للدوله. ما ده اللي عايز اقوله، انه هي الفكره مش انك مهتم او مش مهتم، ولكن هل بتتخذ القرار الصح او مش القرار الصح. هل الجهاز الدوله، الجهاز الاداري للدوله اللي هو بمئات الالوف، شغال ولا مش شغال؟ شوف حضرتك، الحكومات لا تدار بالنوايا الطيبه. بالظبط كده، الحكومات تدار بكفاءه العمل. انت ممكن تبذل مجهود ضخم جدا بس في اتجاه غلط وتاخد قرارات غلط، وممكن تبذل مجهود اقل بس في اتجاه صحيح فيحصل انعكاس. مظبوط. المشكله هل كفاءه الاداره للحكومه الحاليه متوافقه مع طموحات الشعب المصري؟ اي مصري هيقول لك لا. ونقدر نعمل استطلاعات رأي زي ما احنا عايزين، في انطباع سلبي عن أداء هذه الحكومة، وده منفصل عن ان الناس هتنزل في الاستفتاء على الدستور لانها بتحلم احسن طول الوقت. طب ايه الفرق؟ السؤال لو حد سألك بقى ايه، سؤال بسيط، ايه علاقة الدستور ده؟ يعني انا لما اروح اقول الدستور ده هيخلي لما تيجي مطرة او لما تيجي ازمة او لما تيجي ارتفاع اسعار او نقص خدمات او نقص خضار او نقص خبز او زيت او سكر، انه او علاج او تعليم او كده، انه اتعامل احسن؟ اقول ليه بمنتهى البساطة. الدستور ده ملزم لمؤسسات الدولة بانها توفر ميزانيات مناسبة للتعليم وللتعليم العالي وللصحة وللبحث العلمي. الدستور ده ملزم لمؤسسات الدولة، ده الكلام ده ارقام محددة في الموازنة العامة للدولة. غير كده بقى الموازنة العامة للدولة بتصدر بقانون، ولما تصدر بقانون وهتتنشر في الجريدة الرسمية، لو مش ملتزمة بالكلام اللي موجود في الدستور بالأرقام، أي مواطن مصري مش شرط يكون محامي يقدر يرفع قضية في المحكمة الدستورية العليا ويكسبها بإبطال مشروع الموازنة، بإبطال الموازنة العامة نفسها. يقول له أنت مكتوب عنك، أنت مكتوب هنا في الصحة كذا وما عملتش ده، وهتتنشر في الجريدة الرسمية لأن الموازنة العامة تصدر بقانون. يبقى أنت هنا الحكومة وهي بتعد مشروع الموازنة لازم تحط الأرقام الكافية في الصحة وفي التعليم وفي البحث العلمي وفي التعليم يعني العالي وفي كل الخدمات. ادي قادر يطلع على الموازنه العامه وانه يراقب الحكومه ويحاسب. غير كده كمان عنده صلاحيات مجلس النواب اللي هو مجلس الشعب، ما عادش بقى النائب اللي هو العمده اللي قاعد بيلف عنده في البلد اللي هو بيلف علشان يحل الخدمات وبس، لا هو هيعمل الخدمات بس كمان النائب ده عنده قدره عاليه جدا على مساءله الحكومه، والوزير اللي هيغلط هيقع تحت رقابة البرلمان بشكل حقيقي، وده معناه ان الوزير لازم يكون مرضي للناس عايزاه، لان النائب بيبص على الانتخابات، لو لقى الوزير مش مرضي لازم يستجوبه والا الناس هتسقطه في الانتخابات اللي جايه، لان ما عادش فيه تزوير، وبالتالي النائب اللي هينجح لان الناس عايزاه، والناس علشان تكون عايزاه يبقى لازم يحقق مصالحها. فاذا الوزير كان متقاعس وما بيأديش عمله والحكومه جت في ازمه زي دي ما عرفتش تحل ازمه الميه، يبقى ساعتها البرلمان هيتحرك، هينحاز لاراده الناس لانه عينه على الانتخابات عايز ينحاز، فهيراقب الحكومه صح، فهيلزمها تمشي مظبوط. الكلام ده بيضمنه الدستور. كمان الاوضاع الاقتصاديه عموما، الدستور ده في الاقتصاد بيحقق
العدالة الاجتماعية بشكل حقيقي. يعني ده بينعكس على ايه؟ بينعكس على ابسط حد من صغار الفلاحين اللي الدستور ده ملزم ان الدواء توفر له معاش مناسب وتشتري منه المحاصيل الاساسية بسعر مناسب. كمان الدستور ده ملزم بتوفير فرص عمل وتقليل معدلات البطالة وما الى ذلك، ملزم بحد ادنى وحد اقصى للاجور. كل ده انعكاس على المواطن البسيط اللي لما ابنه يعيا يلقى مادة في الدستور بتقول تلتزم الدولة بالتأمين الصحي لجميع المصريين يغطي كل الامراض. يبقى لما ابنه يعيا بينعكس عليه انه يلاقي تأمين صحي. كمان في نفس المادة ان مستوى الخدمة بتاعة التأمين الصحي وبتاعة الرعاية الصحية تكون خدمة جيدة وتصل الى تدريجيا حتى تصل الى المعدلات العالمية. فانت بتتكلم عن الاحلام اللي خرج بها المصريين في 25 يناير وفي 30 يونيو واحدة. هو خرج في 25 يناير عايز ايه؟ عايز العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الانسانية. ثورة عظيمة جدا. جت جماعة مستبدة سرقت هذه الثورة ومشت بمسار خاطئ، لا عملت لا عيش ولا حرية ولا عدالة اجتماعية ولا كرامة إنسانية. بس لأن الشعب ده دائما زي ما قال الزعيم جمال عبد الناصر هو القائد والمعلم، نزل يوم 30/6 واسترد هذه الثورة بثورة أعظم وأكبر من في العدد، يعني من اللي نزل في 25 يناير. لكن كان استكمال اللي 30 يونيو. حتى احنا في تمرد كنا بنقول ان 30 يونيو هو اليوم المتمم ل 25 يناير، لأن على نفس الخط نزل قال ايه؟ قال عايز عيش، حرية، عدالة اجتماعية، كرامة وطنية، وكمان ما كانش عايز استبداد باسم الدين وما كانش عايز فاشية دينية. وقدر ينجح في فرض ارادته زي ما كان الشعب المصري بانحياز القوات المسلحة له في 3 يوليو بالبيان الشهير. بقى انت عندك هنا ارادة الناس دي اللي عايز عيش وحرية وعدالة اجتماعية وكرامة وطنية متحققة في هذا الدستور، ومش نصوص عايمة ولا كلام ان تعمل الدولة على توفير والكلام المطاط اللي كان بيهرب منه النظم السابقة. لا، انت بتتكلم عن التزامات محددة على الدولة، وعلى كل سلطة بتديها المسؤول عليها حساب الناحية التانية عشان يقدر يحقق المواطن احلام. هرجع لك تاني واشكرك على الاجابة دي. بسأل استاذ عمرو صلاح ممثل ائتلاف شباب الثورة جبهة 30 يونيو، لمن لا يعرف هو ائتلاف شباب الثورة وهي جبهة 30 يونيو، في تعريف بسيط. طيب هو بعد كده هسألك نفس الأسئلة. هو ائتلاف شباب الثورة هو كان كيان اتكون من مجموعة من الشباب أو القيادات اللي بتمثل كيانات أو حركات سياسية مختلفة، واللي كانت بتشتغل قبل ثورة 25 يناير وساهمت في التحضير لليوم ده. وكان هدف تأسيسه وفكرة أنه كان هناك سعي لأنه تكون هناك قيادة ميدانية بتدير شؤون الميدان وبتنظمه وبتترجم لاحقا مطالب سياسية وبتخوض في مفاوضات وغيره. ده فيما يتعلق بائتلاف شباب الثورة. الأمر الثاني فيما يتعلق بجبهة 30 يونيو أن يمكن برضو كان قبل التحضير للفعاليات بتاعت يوم 30 يونيو كان هناك عدد من الكيانات اللي شغالة للتحضير لليوم ده، وكان بيقود او بيلعب بيها دور فاعل حركة تمرد. وبرضو كان هناك هدف انه يتم توحيد الجهود وان الناس ما تبقاش شغالة بشكل متفرق، فتم اختيار مجموعات من القيادات الشبابية في عدد من الحركات، وتم تأسيس كيان يسمى جبهة 30 يونيو للتنسيق وللتحضير لفعاليات اليوم ده، وتم الاعلان عنه في مؤتمر صحفي كان موجود فيه برضو زملائنا من حركة تمرد. سؤالي، وجودكم جوه لجنة الخمسين للدستور ماذا اضاف؟ يعني انا مش حابب ان انا ابقى بمدح في الدور اللي عملناه، ولا يعني لو ما كنتوش موجودين، لو ما كنتوش موجودين كان حصل فرق؟ هل كنتوا بتضغطوا في اتجاه معين؟ هل كنتوا لان ده مهم صحيح عشان نعرف؟ صحيح. لا يعني اعتقد انه مجموعه الشباب، وانا هنا اتكلم عن مجموعه الشباب من اللحظه الاولى وهي داخله اللجنه دي، كان قدامها مجموعة من النقط أو العناصر اللي عايزة تحققها. يعني كان من اللحظة الأولى شايفين أنه إزاي يبقى فيه باب للحقوق والحريات المدنية والسياسية هو متسق تماما مع فكرة المعايير الدولية ومع الحقوق والحريات اللي بيتمتع بها أي مواطن في أي دولة محترمة. لما تقول معايير دولية في ناس بيتحسسوا مسدسهم بيقولك أنت جايب أفكار من الخارج أو كده وبتاع، هل دي كانت عندكم مشكلة فيها وأنتم بتشرحوها للناس فكرة المعايير الدولية ولا كانت مقبولة بسهولة؟ لا هي طول الوقت فيها مشكلة. ده حتى بالمناسبة قد يكون فيها مشكلة أنت بتشرحها جوه اللجنة بالنسبة لناس بعض توجهاتها محافظة، وأنت هنا بتبقى محتاج توضح لهم إنه يا جماعة الميثاق العالمي لحقوق الإنسان ده لما اتعمل كان فيه مصريين بيعملوه، وإنه العهد الدكتور محمود عزبي
بالظبط. والعهد الدولي للحقوق المدنيه والسياسيه والعهد الدولي للحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه وكل الاتفاقات والمواثيق الدوليه اللي مصر بتصدق عليها ومن حقها تصدق او توقع توقيع كامل او بتحفظات. فبالتالي ده طبعا محتاج، ولكن بعيدا عن فكره المعايير الدوليه، انه يبقى فيه التزام فيما يتعلق بالحقوق والحريات بالحد الادنى اللي بيتمتع به المواطن في اي دوله محترمه. ده فيما يتعلق بالمدني والسياسي. الامر الثاني هو فكره الحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه. يعني انت قدام 3 سنين من النضال ورفع شعارات متعلقه بالعداله الاجتماعيه وبمطالب الناس، لكن انت عامه ما حققتلاش اي انجاز. وهنا برضو اعتقد ويمكن كمان التوجهات العامه اللي موجوده داخل اللجنه والناس اللي جايه من خلفيات سياسيه قد تكون اقرب شويه او فيها ميل عام ميل شويه ناحيه اليسار، ساهم في انه تبقى في حقوق اقتصاديه واجتماعيه واضحه بعيد عن فكره المجامله السياسيه. يعني بعيد عن فكره العمال والفلاحين، 50% من الفلاحين انت شلتهم بس اديت لهم الحقوق الاصليه اللي بيحظوا بيها في اي حته في الدنيا، فبتمكنهم من مطالبهم، بتمكنهم من التفاوض بشكل قوي مع الدوله. الامر الثاني الكثير بقى من سلبيات النظام السياسي، فكره ان انت ازاي تعمل نظام سياسي عامل فصل حقيقي بين السلطات وعامل توازن بين، ازاي قد تكون في حاجه لان انت تتخلى عن مجلس الشورى اللي على مدار سنين طويله كان فكره الناس كتير مش قادرين يعني يتخيلوا ان فكره ال 50% دي تتشال بدون ما الدنيا تتشال وتتهبد وتتعامل بشكل فيه تراضي، ده في حد ذاته انجاز لو تعلمون عظيم. عشان التصرف اللي عملته اللجنه او اللي قادت في اتجاهه مجموعه داخل اللجنه، هو ان انت شلت حاجه مظهريه وحطيت مكانها حاجه بجد. يعني الاول مره لما يبقى في دستور بيتكلم عن فكره الحق في المفاوضه الجماعيه، ده ما كانش موجود قبل كده. لما تتكلم على حظر الفصل التعسفي او التعهد بشراء المحاصيل بسعر مناسب وربحية مع وتوفير المستلزمات كمان، وتوفير المستلزمات الكيماوي والسماد وكل المطلوب. يعني في 12 بند متعلق بحقوق العمال وهم موجودين، كان موضوعهم طول الوقت في اتفاقات دوليه ولم يذكروا في الدساتير، انت اضفتهم انت هنا رديت الحق فعلا لاصحابه. فيعني انا شايف انه كان لدينا كثير من المطالب، تقريبا خدنا 95% منها، وده اعتقد مرضي لينا بنسبه كبيره. لا يعني مفيش حاجه بتحصل كده في الدوله بالظبط، والا الطرف الثاني اللي في اللجنه او الاطراف الثانيه ما كانتش هتبقى خدت حاجه يعني بالمنطق بحكم اختلاف التوجهات. فده شيء مرضي وشايف ان هو تقريبا بيحقق انجاز حقيقي. طب استاذ احمد، هل في بعض المناقشات كنت بتحس ان المناقشات هي مناقشات في خلاف ما بين رأي ورأي، ممكن يكون في الرأي ده 10-15 واحد من اعمار مختلفة من مشارب مختلفة لكن هو بيتبنوا الرأي، ام كنت بتحس ان هو خلاف اجيال يعني سن قدام سن؟ يعني جوه لجنة الخمسين ما كانش فيه الحزب المسيطر ولا الجماعة المسيطرة ولا التوجه المهيمن. كان يعني 50 عضو من خلفيات مختلفة. طبعا كان فيه يعني أجيال واضحة، جيل شباب وجيل أكبر منه، في توجهات مثلا محافظة، توجهات أكثر يعني منفتحة على الأفكار. ولكن كنت دايما بقول إن كل مادة بتكتب في الدستور ما بتكتبش بالسهوله اللي الناس متخيلاها. صحيح خالص. كل ماده بتتكتب كانت نتيجه مناقشات وكانت بمثابه انتصار لفكر ضد فكر، وبيبان في قرايه كل ماده. كل ساعه كانت بتمر علينا كانت يعني معاها بالنسبه لنا احنا كشباب ممكن يبقى فيها احباط لينا ان احنا ما قدرناش نوصل الفكره. ساعة تانية نحس بالأمل إن إحنا قدرنا نقنع الأعضاء بالفكرة وإن هم هيصوتوا لصالحنا، فالموضوع ما كانش محسوم حتى اللحظة الأخيرة في التصويت. هو اللي بيفرق ما بين الشيوخ والشباب فكرة إنك بتشتغل بقلبك قوي، يعني شغال على الجهاز العصبي بتاعك، إنك حاسس إن المسألة يا حياة أو موت يعني. بالظبط. يعني إحنا الصراحة يعني أنت مش داخل بيزنس بتفاوض ممكن نكسب شويه نخسر شويه، يعني بالظبط في بعض الامور انتوا ما دخلتوش يعني فكره ايه ما يسمى بخربشه السياسه، رغم ان وعيكم السياسي عالي جدا ما شاء الله، بس لكن فكره المساله حياه او موت، ان انا عندي احلام، انا عندي تطلعات، انا موجود هنا عشان ادافع عن احلام وطموحات جماهير انا المفروض بمثل. بس يعني اكتسبتوا كمان خبره، يعني زي ما اديتوا اكيد خدتوا حاجه. طبعا يعني انا بقول لحضرتك ان احنا ما كناش يعني داخلين اللي هو الماده دي اما ان هي تكون موجوده او فركش، لا بالعكس، ده كون ان الدستور على فكره ما لاحسش ان انتوا عملتوا فركش بالظبط، يعني ودي يعني انا عايز برافو عليكم فيها. كون ان الدستور يطلع يحاول فركش نحاول احنا اللي نلم، كون ان الدستور يطلع، كل الدستور يطلع من وسط ال 50 عضو، بقول لحضرتك في اختلافات ما بينهم، وان هو يطلع و 50 عضو النهارده في الرئاسه حاضرين بالكامل، مفيش عضو انسحب، مفيش مثلا مجموعه انشقت رفضت اعتبرت ده هيمنه، ولعب دور في ده يعني السيد عمرو موسى.
بقدرته وبحكمته وبصبره في إدارة اللجنة بشكل عام. النهاردة كمان كلمته عجبتني اهو. كلمته جيدة. يعني هو هذا هو أعظم تلخيص بليغ لجوهر وفلسفة وروح هذا العمل الدستوري العظيم. أنا في حاجة طبعا بس في حاجة عايز أقولها بالنسبة للسؤال اللي حضرتك سألته للشباب فيما يتعلق بعلاقة الدستور والحالة اللي احنا شفناها خلال 48 ساعة اللي فاتت، سواء إذا كانت سيولة أو أي حاجة أي أزمة. أنا أقول لحضرتك حاجة، بإقرار الدستور ده في مواد ليه علاقة بالعدالة الاجتماعية زي ما محمد قال، المواد اللي علاقة بالصحة بالتعليم بتخصيص النسب، وفي أشياء أخرى ليه علاقة باستكمال خارطة الطريق من انتخابات برلمانية، وبيبقى هنا في دور رقابي على الحكومة النهاردة ما فيش دور رقابي، فيش استجوابات، ما فيش متابعة لعمل الوزراء ولا لآخره. وفي حاجة بقى مهمة في الدستور ده، يعني المفروض لو النهاردة كان في برلمان بالظبط موجود كان على طول على الاقل قدم سؤال. انا اقول لك حاجه بقى اهم، استجواب بقى ده تعالى فين انت كنت بتعمل ايه. في حاجه بقى اهم من ده، اهم من بالظبط مشكله ال 48 ساعه دي، مشكله محليات كيف يعالجها الدستور الجديد. الماده 180 اللي بتتكلم عن المجالس الشعبيه المحليه المنتخبه، تبقى منتخبه والعمد. بص حضرتك بقى المجالس دي كام؟ 54,000 مقعد على مستوى الجمهوريه. من اول مستوى المحافظه لحد مستوى القريه. لو ال 54,000 دول بيعملوا شغلانتهم بيعملوا شغل، هيعملوا شغلانتهم في الدستور ازاي؟ ال 54,000 مقعد على مستوى الجمهوريه اللي هي المجالس الشعبيه المنتخبه، اولا 25% منهم شباب من سن 21 لسن 35. يعني في 13 دم جديد بالظبط، 13,000 شاب ضامن ان هم موجودين في المجالس الشعبيه القادمه، و25 اخرى للمراه. انا جاي بقى لحاجه مهمه جدا في الماده 180 الفقره الثانيه، بتقول تختص المجالس المحليه بمتابعه تنفيذ خطه التنميه ومراقبه اوجه النشاط المختلفه وممارسه ادوات الرقابه على الاجهزه التنفيذيه من اقتراحات وتوجيه اسئله وطلبات احاط واستجوابات، وفي سحب الثقه من رؤساء الوحدات المحليه عن نحو الذي ينظم القانون. يعني ايه؟ يعني رئيس مركز ومدينه الباجور تقدر تسحب منه الثقه، رئيس حي الدقي تقدر تسحب منه الثقه، رئيس حي شمال الجيزه تقدر تسحب منه الثقه، لان مصر ماشيه بنظام المجلسين، ان في مجلس بيبقى معين من اول محافظ لحد رئيس القريه، وفي المقابل ليه مجالس منتخبه بتمارس دور الرقابه. يعني قدام محافظ القاهره هناك المجلس المحلي لمحافظه القاهره بيراقب اعمال المحافظه، قدام حي شمال الجيزه المجلس المحلي لشمال الجيزه بيراقب اعمال الحي. لما المجالس المنتخبه اللي هي 54,000 مقعد على مستوى الجمهوريه يتم انتخابها وفق هذا الدستور، وفي دم جديد من الشباب، وفق ادوات رقابيه ما كانتش موجوده قبل كده للمجالس دي، المجالس دي طول عمرها اخرها تعمل حق سؤال طلب سؤال او احاطه، وكان في الاستجواب، ولكن سنه 88 شالوا الاستجواب من قانون الاداره المحليه. النهارده في صلب الدستور بنقول ليها استجواب يعني الاحاطه والسؤال والاستجواب، وايضا سحب الثقه من رؤساء الوحدات الاداريه. يعني اللي مش هيشتغل هيمشي بالظبط. يبقى احنا بنتكلم انه النهارده بعد اقرار الدستور ده هيبقى في برلمان بيراقب، وهيبقى في حكومه منتخبه كمان خايفه على ادائها في الشارع، لان 48 ساعه ممكن يقع اي حكومه في اي انتخابات، اي حزب اداؤه بالمنظر ده كفيل ان هو يقع في اي انتخابات. فهيبقى في برلمان، هتبقى في حكومه منتخبه، هيبقى في برلمان بيراقب، هيبقى في مجالس شعبيه مختلفه عن المجالس القديمه، من حيث ان هي بالكامل بالانتخاب فيها 25% من الشباب و25% من المراه، وليها ادوات رقابيه تصل الى حد سحب الثقه من رؤساء الوحدات المحليه. فده انا شايفه تطور ايجابي جدا فيما يتعلق بقصة المحليات اللي هي أساس الأزمة وأساس المشكلة اللي احنا بنعيشها الآن. النهاردة مفيش في مصر مجالس محلية منتخبة بتقوم بدور الرقابة، فبالتالي أنا كرئيس حي أو كمحافظ مش شايف إن في حد بيراقبني. ممكن لو برنامج تلفزيوني لفت الانتباه إن هناك أزمة في كوبري كذا في منطقة كذا فتقرص، فيما عدا ذلك على مستوى الجمهورية مفيش عين، مفيش رقابة، مفيش حد بيسألني، مفيش حد بيتابعني. نفس الوضع بالنسبة لي ان مفيش برلمان اساسا في البلد. فانا شايف ان اقرار الدستور زي ما قال محمد فيما يتعلق بمواد العدالة الاجتماعية هتحقق ده، بجانب بقى استكمال مؤسسات الرقابة من برلمان ومن محليات بشكل مختلف. واضافة بسيطة بس عشان لازم اطلع استراحة وهرجع لك تاني والله. أوكي. احنا مع بعض لسه مش رايحين اي حتة، صابوا شاي قهوة حاجة سخنة لحد ما نرجع بعد الاستراحة. تابعونا بعد الاستراحة على الهواء مباشرة.